شعبة الزيوت بتقول يا جماعة حصل بالفعل انخفاض في سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 ل 80. ده معناها انه الانخفاض تقريبا حوالي 20%. خلينا ناخد معانا على التليفون الاستاذ السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب والساده المصريين كلهم بخير ان شاء الله، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل الناس يا رب، وعلى الامه العربيه كلها والاسلاميه. اخبار الزيت ايه يا فندم في الاسواق؟ والله يا فندم الاسواق كلها النهارده شعبه الزيوت وكل المصانع والمنتجين خدوا قرار بتخفيض اسعار الزيوت تقريبا من حوالي من 15 ل 25%. حلو. وده كان من الاخبار الجيده جدا، وحصل النهارده الساده المستهلكين على مستوى الجمهوريه، كل مواطن في معارض اهلا رمضان وكلنا واحد على مستوى الجمهوريه. عظيم. في اقبال كبير جدا 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 كان غير متوقع، وحقيقي لقينا فيه سعادة وفرحة في وجه المستهلكين على مستوى المعارض من خلال غرفة العمليات اللي عملها الشركات الزيوت، وإقبال الحمد لله وفي رضا بفضل ربنا يعني. الحمد لله والشكر لله. أصحابك يعني إيه، إحنا مقبلين على صيامين، يعني المسلمين هيبدأوا الصيام يوم الاثنين لشهر رمضان المبارك، واهالينا المسيحيين هيبداوا الصيام برضه يوم الاثنين بس الصيام الكبير، فالاقبال على الزيوت هيبقى مهول والطلب هيبقى عالي. احنا جاهزين يا استاذ يوسف الحمد لله. احب اطمن حضرتك واحب اطمن الساده المشاهدين ان جميع مصانع الزيوت على مستوى الجمهوريه عندهم كميات كبيره بالمواني، وفي كميات موجوده داخل المصانع ولدى السادة الموزعين، وعندنا كميات زيت بتكفينا أكتر من 3 شهور، يعني معناها بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله. وكمان من الأخبار الكويسة بعد تخفيض الأسعار النهاردة، إحنا كنا عاطين تعليمات في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد إن أي حد من السادة المستهلكين بياخد إزازة أو اتنين أو علبة سمنة واحدة أو اتنين. النهاردة عطيناهم تعليمات إن المستهلك اللي عايز احتياجاته في حدود 4 أزايز 5 أزايز ما تترددش ادهم له على طول. إيش إيش؟ لأن ده إيه الفتوح ده كله؟ ده يا فندم إحنا في الآخر عايزين نسعد الشعب المصري بدخول شهر رمضان. وعلى فكرة إحنا من سنة 2016 لما جينا بدأنا نعمل مبادرة أهلا رمضان برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة كلنا واحد برعاية برضه فخامة الرئيس من خلال وزارة الداخلية بالتنسيق معهم، ملتزمين مع قبل رمضان على الأقل ب10 أو 15 يوم بيتم عمل دراسات للتكاليف في كل أسعار الزيوت والمسكن النباتي، بحيث يتم تخفيض خلال شهر رمضان المعظم. وايضا كمان بيتم قبل عيد الاضحى المبارك نفس تخفيض الاسعار. طيب ده رائع، يعني انا النهارده اروح اهلا رمضان اقدر اخد 4 أزايد زيت ممكن يا فندم، واشكلهم زي ما انا عايز بقى، ده خليط ده عباد شمس ده ذره انا براحتي. ممتاز بالظبط كده يا فندم. الله 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 الله, الله الله. وبالنسبه للسمنه اقدر اخد 2 مش كده؟ وممكن 3 كمان. وممكن 3. الله الله عليك يا سيد بيه. ايوه كده، خلي الناس تفرح وتتبسط قبل رمضان باذن الله. نشكركم جدا، وبالحقيقه نتمنى طبعا المزيد من الانخفاضات، مين يكره، اهم حاجه يبقى كله مبسوط. اشكرك جدا حقيقي. جدا يا فندم، ربنا يخليك، ورمضان كريم على حضرتك وعلينا جميعا. كل الشكر للاستاذ السيد بسيوني عضو شعبه الزيوت باتحاد الصناعات.